تحقيق الاستقرار من خلال التوصل إلى تفاهمات مع دول المنطقة هو الهدف المعلن لقمة دول جوار العراق التي من المؤمل عقدها نهاية شهر أغسطس الجاري، فضلاً عن إقامة علاقات سياسية أكثر قرباً من المحيط العربي والإقليمي للبلاد. القمة التي مجمع إقامتها في نهاية الشهر الحالي برعاية بغداد والحكومة العراقية حقيقة هي قد تكون منطلق جديد لفتح علاقات إقليمية وعلاقات متوازنة ومصالح مشتركة لكل دول الجوار. ملف الاقتصاد سيكون حاضرا وبقوة في القمة المرتقبة، لا سيما أن العراق لديه شراكات اقتصادية كبيرة مع دول الجوار، فهو يعول على أن تخرج القمة بقرارات مهمة تتعلق بالمجال الاستثماري والاقتصادي إلى جانب المجال السياسي والأمني. هي بالإطار السياسي لكنها كثيرة الأهداف ومنها الأهداف الاقتصادية، وأعتقد هذا هو الشيء المهم في روح القمة على اعتبار أن الدولة العراقية بحاجة إلى الدعم الاقتصادي والتبادل الاقتصادي حتى ينهض بالمرحلة. ومن المؤمل أن تشارك دول الخليج ومصر فضلا عن إيران وتركيا في القمة المرتقبة، بالإضافة إلى ضيوف شرف كفرنسا وبعض دول الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية. تعد هذه القمة هي الأولى من نوعها منذ زمن طويل، لذا يطمح العراق أن تكون بمنزلة طاولة تفاهمات واسعة تحوي ورقة بيضاء ترسم عليها ملامح مصالح العراق والدول المشاركة في مختلف المجالات الواسعة. من العاصمة العراقية بغداد، محمد فاضل، الغد.